أهلا بيكم في برنامجنا. أنا عندي كرش كبير، هنتكلم عن الناس اللي جسمها مليان وشعرنا هو أنا التخين اللي بكرهها بقرفية. أنا زيكم، أنا منكم، أنا عندي كرش كبير، مش عارف أحب وأتحب، مش عارف ألعب كورة، مش عارف ألبس كويس، وزيك أنت كمان مفيش ولد بيعاكسني، مش عارفة ألبس فستان، وأنا أخت لكل الولاد. ما تعرفش ماما دي خلفت كام واحد، ومش عارفة بيحبوا ايه في الرفيعين، بس انا هخس من غير ما نروح لدكتور ولا عمليات، ومعانا وبس هتقدر تخس، وشعرنا هو انا التخين اللي بكره هبقى رفيع. احنا كمان هنتناقش، مش هنقول بس كلام حلو وخلاص. انا كنت زيكم، وكل ما اروح لدكتور ما اعرفش اكمل، مش عارف ابطل اكل، مش عارف اعمل رجيم. احنا كمان هنرد على كل اسئلتكم في حلقة في وسط الاسبوع، واستنونا كل يوم خميس الساعة 7 مساء من برنامجكم أنا عندي كرش كبير. ويلا بسرعة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو، واشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد مننا.